السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ انيسه. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نديروا مايونيز يعني اكثر من رائعه، خير من تاع المطاعم، ونعطيكم السر كيفاش تنجح لكم. بزاف منكم اللي يقول لك مين ذاك تنجح لي مين ذاك لا هنايا السر وين راه؟ الحبه تاع البيض والدوزان اللي راكم تخدموا فيهم لازم يكونوا دافيين، كيما الكريم شونتيي لازم تكون حاله بارده، هنايا لازم يكون كل حاجه دافيه. البيض يكون دافي، ندفوه غير في شويه ماء، الزيت عاديه، كذلك عندي كميه من الجبن، هذه راح نديروا اخر حاجه وتبقى لكم اختياريه. وكذلك عندي شويه عصير تاع الليمون. هذوما بالنسبه للمكونات، عندي هنايا تقريبا كاس الا صباع يعني من هنايا باش تشوفوا مليح. راح ندير الزيت مع الحبه تاع البيض، مع الكوطاس تاعكم هذا لازم يكون دافي، مع رشه تاع ملح، كذلك راح ندير عصير ليمون حوالي ملعقه. بعد نحكم البغا تاعنا وندير ديريكت هكذايا ونحرك. تطلع شتو كيفاش طلعت هكذايا يعني بلا ما درت. قلت لكم لازم يكونوا المكونات تاعكم بارد. انا ديك نهار الطاس تاعي هذايا كان بارد، اللي كديته في الفريشيدار وخدمت به ما خرجت ليش، دونك لازم يكون كل حاجه بارد في بارد دافية. دير كمية من الجبن ولا هاي ليك، نزيد نكسر شوية ليمون، حبة شوية حمضة. شوف واش تجيكم عقدة ثقيلة هايلة. الو هذيك المايونيز تاعي شوفوها كيفاش جات، ها شوفوا ما تهبطش، ثقيله روعه هاد المايونيز. شوفوا ان شاء الله كانت عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخلوا لي تحت تعليق وجيم هكذا باش يلحقوكم كامل الوصفات اللي نحطهم. ونتلاقاو في وصفه جديده مع مطبخ انيسه.